ضيفتنا لليوم ضيفة مميزة ولها قصة كفاح ونجاح. فقدت السمع وعندها طبعا عاد إليها السمع وعاد الأمل. عادت على هيئة غرسة صغيرة غرست في قوقعة الأذن ورسمت لها حياة أخرى. هكذا عبرت عن أملها وقالت أهلا بصوت الحياة. نرحب بضيفتنا لليوم من استوديو الشرقية تهاني الخرمي، مؤلفة كتاب وزارعة قوقعة إلكترونية. يعني زي هذه الحالات ومثل هذه القصص الواحد قد إيش يحس بفخر بهذول الناس. صحيح. يحس قد إيش إنه يا الله إنه كل واحد لازم يقدر كل نعمة كبيرة كانت أو صغيرة. أشياء بسيطة في الحياة هي اللي تجلب لنا السعادة. صحيح. وهي اللي تكون محفز لنا جميعا. يعني تهاني وغيرها، يمكن أمس كان عندنا أمجاد المطيري وكثير بنات بنشوفهم ما شاء الله يواجهوا هذه الحياة بكل ما فيها من صعوبات وبكل ما فيها من مواقف أو عتبات. خلينا نقول لا نقف على عتبة معينة أو لا نقف أمام جدران. صح. يمكن إحنا أحيانا نشوف حياتنا إنه مشكلة تحصل لك في الحياة أو شيء انتهت حياتي وما رحت أوقف. مين يقول؟ ليش نخلي أشياء تتحكم فينا؟ نحن من نختار مصيرنا، إحنا من نختار طريقنا، إحنا من نختار من نكون في هذه الحياة. الإعاقة عمرها ما كانت عائق بأي شكل من الأشكال. شفنا قبل يمكن كم من يوم كمان رجل إصرار. رجل إصرار قد إيش شخص ملهم ورائع جدا، إنه كان محكوم عليه في حياته بالخلاص. أنت طفل جاله فيروس من هو صغير وأصبح مشلول، فخلاص طول الحياة صار مشلول. ولكن من يقول إنه نقف على هذه العتبة أو نقف على هنا؟ بالعكس، الحياة تستمر. صح. ويجب أن نتحدى نفسنا ونتحدى الظروف ونخلق لنفسنا هذا الحياة وهذا الأمل. تهاني يعني معانا اليوم وأنا جدا متحمسة لهذا اللقاء معها. تهاني من الشرقية معانا من الاستديوهات. هلا وسهلا بك يا تهاني. هلا وسهلا تهاني. مرحبا. سمعتني؟ مرحبا بك وأهلا منورتنا تهاني. ما شاء الله عليك، يعني قصة نجاح وإلهام، كاتبة ومؤلفة، وهذه الناحية طبعا راح نتطرق لها بعد شوية. ولكن نبغى نعرف قصتك مع زراعة القوقعة، متى بدأت؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكم، وسعيدة جدا بانضمامي معكم في برنامج سيدتي. أحب يعني أبدأ معكم بالبرنامج. تهاني زارعة قوقعة إلكترونية. طبعا كان بداية مراحل فقدان السمع قبل عمر العشرينات بالعمر. فقدتها بشكل تدريجي، يعني ما كان الفقدان بشكل مفاجئ. فقدتها بشكل تدريجي مع عمر 25-24 كان السمع يعني جدا متدني صعوبة في التواصل مع الآخرين. وش السبب تهاني؟ يعني إيش اللي حصل كذا؟ يعني هل حصل لك مثلا حادثة معينة أو إنها كذا يعني من الله؟ طفولتي كنت أسمع بشكل جيد، لكن أعتقد إنه ممكن راجع لالتهاب السحايا في الطفولة. أعتقد إنه هذا السبب. يعني تهاني، إصرار جميل ونتائج أجمل. كيف حسيتي ردة فعلك؟ شفتي ردة فعلك أول مرة سمعتي فيها بعد الفترة هذه كلها؟ ردة الفعل أول ما لبست جهاز القوقعة الإلكترونية كان شعور غريب وأصوات غريبة جدا. طبعا الأصوات كانت متداخلة مع بعض، يعني ما قدرت. هو شعور جميل ومش جميل، الأصوات متداخلة. بالنسبة لشخص يعني كان عايش في صمت يعني خلال 10 سنوات وأكثر، يعني شعور جيد ومش جيد في البداية. يعني كيف ردت فعل الناس اللي حالك؟ وسط انبهار أطفالي كان يقول لي ماما الحين صرت تسمعينا.
يا عمر الله يحفظهم لك يا رب. الله يعني من جد احساس رائع. احنا بنشوف بعض الفيديوهات كده على السوشيال ميديا لاطفال بيركبوا لهم هذه القوقعه وبيسمعوا لاول مره، بيكون في مشاعر مختلطه جدا كثير ما بين رده فعل الاهل وبين مشاعر هذا الشخص اللي يرجع يسمع لاول مره. ولكن يمكن في ناس ما هم عارفين ايش معنى القوقعه الالكترونيه، لو تشرحي لنا عنها شويه يا تهاني. سبحان الله، ردة الفعل هي في البداية يعني على حسب الشخص اللي كان يعني عايش في الصمت خلال مدة سنوات، بعضهم فاقدين السمع من الطفولة، بعضهم في خلال مراحل متأخرة، فبناء عليها يعني تحصل يعني المشاعر في البداية كذا، يعني شعور طبيعي جدا، لأنه شخص حتى لو أنه يعني إيش ما كان السمع، يعني في فرق بين فقدان سمع وفي سمع ضعيف جدا. صح. لكن في البداية وأول ما يسمع الأصوات يعني طبيعي جدا أنه يكون فيه شوية تأثيرات. تهاني، ألفتي كتاب، وهذه تعتبر يمكن من إحدى قصص نجاحك، ألفتي كتاب تحت عنوان من الصمت إلى ولادة حياة، احكي لنا عن هالكتاب ومحتوياته. اي نعم، هو الحين متواجد معي الكتاب بالاستديو، هو من الصمت إلى ولادة حياة. طبعا هو من بدايته يعني نفس العنوان، واضح أنه أنا فعلا عشت في صمت خلال فترة طويلة يعني من الزمن، وبعدها كذا انولدت حياتي من جديد بعد زراعة القوقعة الإلكترونية، وبديت حياة يعني جدا مميزة ورائعة. بناء عليها اني حبيت انه يكون عندي يعني نفس الاشخاص اللي يمرون في المرحله هذه عندهم فقدان، يعني يكون الكتاب هذا قصه هادفه ولها رساله يعني. طب وين نقدر نحصل هذا الكتاب تهاني، لو حابين نقراه او المشاهدين حابين يقرون كتابك؟ نقدر نحصله في المكتبات او مكتبه معينه او اونلاين؟ لا، هو في تعاقد الحين بين المكتبة بين مكتبة جرير بالخبر. جميل. هو متواجد إن شاء الله، راح يكون متواجد قريبا في المكتبة. جميل. تهاني، إيش علمتك هذه التجربة؟ نعم، إيش علمتك هذه التجربة؟ علمتني إنه ما نستسلم مهما يعني واجهتنا الكثير من العقبات في الحياة، إنه الإنسان ضروري إنه يسعى ويكون عنده عزيمة وإرادة قوية، حتى لو إن الأبواب بدأت يعني تكون موصدة مغلقة قدامه، راح تكون يعني حياة ثانية، راح تكون في أبواب ثانية مفتوحة وحياة ثانية أجمل. طبعا زي ما ذكرت يا تهاني، بالفعل يعني دائما التفاؤل والأمل، ودائما الواحد ما يستسلم لهذه الظروف مهما كانت الظروف، وبنشوف كثير قصص. صحيح. نجاح وقصص إصرار، بل إنه هؤلاء الفئة ممكن يكونوا أفضل من ناس كثير وبيحققوا نجاحات جدا عالية. اليوم أنت ما شاء الله زوجة وأم وعندك أطفال، أكيد هذه التجربة أثرتك كثير وأصدرتي. نعم. كتابك ومؤلفك، إيش طموحاتك أو إيش خطواتك القادمة خصوصا في مجال الكتابة؟ اي نعم، طبعا الكتابة، اي نعم تفضلي. نعم، أنا بتكلم بسألك عن طموحاتك أو خطوتك القادمة في مجال الكتابة تحديدا. ايوه طبعا، الكتابة هي جزء بسيط من هواياتي. أحب يكون لي مؤلفات إن شاء الله في المستقبل. أكيد بإذن الله، كل التوفيق لك يا تهاني، وإحنا سعيدين جدا بوجودك معنا، وإن شاء الله متابعين لكل مؤلفاتك القادمة. مشاهدينا مكملين معكم فقراتنا ونتابع بعد الفاصل. ما هي حقيقة المشروبات التي تعمل على تنظيف القولون وإزالة السموم من الكبد والجسم؟